بلدية طول كرم، وعلى وجه التحديد هنالك عدة قضايا وجهت للبلدية من قبل المواطن. مباشرة ينضم إلينا للإجابة على هذه الشكاوى رئيس بلدية طول كرم المهندس محمد يعقوب. سعد صباحا بكل الخير. صباح الخير. صباح الخيرات. يعني باشمهندس، هنالك أكثر من استفسار وقضية. بداية نبدأ بالشغل الشاغل بالذي يسبب الكثير من المشاكل. انعكاسات وإسقاطات هذه المشكلة بصراحة أصبحت تؤرق المواطن، ما بين حدوث أزمات مرورية، ما بين بعض الإشكاليات وتسبب بالمشاكل خلال سير المواطن، وما بين أننا لم نستطع أن نجد شارعا أو رصيفا للمشي والسير عليه، وبالتالي التعدي على الأرصفة والشوارع. لماذا حتى هذه اللحظة لم نلمس أي خطوة حقيقية في إطار التخفيف من حدة هذه الظاهرة؟ أول شيء صباح الخير لكل المواطنين في الكريم. بخصوص الأرصفة والشوارع، إحنا أي تعدي على الرصيف قاعدين نشيله، بس في عندنا منطقة مشكلة بالوسط البلد اللي فيها بسطات وفي محلات بيطلعوا الدراسة مع الرصيف. حقيقة هذا موضوع مؤرق، واحنا حاولنا اكثر من مرة ان نوجد بديل لهي للبسطات وما قدرنا. يعني احنا قبل سنة حطينا خصصنا شارع اللي عند الجامع القديم، واحتجوا عليه التجار والغرفة التجارية وتراجعنا عن الموضوع. يعني الموضوع بده يعني كل تعين اصحاب الصدر وكل بدنا بديل لهي المنطقة. وبتعرف بخصوص مشان ازمة كورونا والازمة المالية، يعني احنا شوي مأجلين الموضوع لحين انتهاء الازمه. بس المشكله مش في البسطات باشمهندس، المشكله بصراحه باصحاب المحال التجاريه. نعم. اللي بيطلعوا نص البضاعه اذا مش كلها بيطلعوها على الرصيف وعلى الشارع. اليوم صارت حتى عدادات الدفع المسبق تحجز من قبل بعض التجار، والمحال التجاريه بحط سلم او كرسي او بحط اي شيء اخر حاجزها لانه بده ينزل ويطلع بضاعه، وبالتالي هذا بيسبب مشاكل كثير. اليوم احنا ما فينا نمشي على الرصيف، ما فينا نمشي على الشارع، فبالتالي الموضوع مش قصة بسطات أو باعة متجولين هنا وهناك بالبسطات بيكونوا موجودين في أي مكان، هي قصة محال تجارية هي أساسا تدفع أجار هذا المحال، وهي أساسا مستأجرة من قبل أو بالتعاون ما بين الغرفة التجارية الصناعية وأيضا بلدية طول كرم، وبالتالي هي تحت مظلة مؤسسات، يعني مش لحالها عمالة بتشتغل هذه المحال التجارية. صحيح، بس عفوا بس احنا قاعدين يعني اللي قاعدين اصحاب المحلات اللي بحطوا شيء برا قاعدين نتعامل معهم اول باول، بس برضه ما بزبط كل مره يعني نودي الشرطه ونحبسه مشان يقيم سلم او يقيم دك عن الشارع. يعني وين بالضبط في اي الاماكن قمتم بالتعامل في مثل هذا المشكل؟ ما بعجبني يعني احنا كل يوم قاعدين بنطلع الفرقه لانه قاعدين بشيلوا للناس. طب شو بالنسبه لمركز المدينه؟ يعني احنا بنتحدث عن اساس وخلينا نقول نبض الازمه المروريه في محافظه طول كرم، مركز المدينه، بتعرف شارع باريس، شارع المستشفى، شارع الحدادين، شارع اللي هي بالقرب من المخبز الفرنسي او المنطقه الجنوبيه، شوارع كثيرة فيها أزمات بسبب تعدي للمحال التجارية على الأرصفة والشوارع، وبالتالي إذا كنتم عملتم في أماكن أخرى فكل الاحترام وكل الشكر على هذه الجهود، لكن تبقى هذه المناطق منقوصة بالخطوات الرقابية بصراحة. صحيح صحيح، احنا قاعدين نتعامل مع يعني مع كثير حالات، وعندنا سجل كل يوم قاعدين بنشيل ناس ومستخدمهم البضاعة اللي بالشارع. نعم. طب يعني أعتقد أن الحل لن يكون بيد البلدية وحدها، وإنما يجب أن يكون هنالك شراكة، وأعتقد هذه الشراكة يجب أن تصل بإيماءات وإيعاز من عطوفة المحافظ. نوجه له التحية الصباحية بالتأكيد السيد عصام أبو بكر، لابد من أن يكون بصراحة تحرك سريع في هذا الشأن وهذا الصدد باجتماع بأسرع وقت ممكن، وخلاص إعطاء الأوامر والأمور الرقابية والمخالفات. يعني في مشاركات بتوصل وصلنا بتقول بدلات شارع باريس تبعات الأطفال كل يوم إحنا بنذكر فيهم وإحنا ماشيين، وبنزيح الملكنات وإحنا ماشيين، ما شاء الله في ناس بتجحر فينا وفي ناس بتبحر فينا يا باشمهندس، بتطلع علينا بترمقنا رمقة مش حلوة، لأنه إحنا ممكن زكينا فازة أو مزهرية وإحنا ماشيين لأنه حقه علينا، مش لازم إحنا نخرب له بضاعته وإحنا ماشيين لأنه هو مش متجاوز أبدا. طيب إحنا كمان في عنا
بصراحة أكثر من شكوى، لكن أبرزها الإصابات بالكورونا ضمن طواقم البلدية. هل بتم إشعار المواطنين أو المراجعين أو المخالطين لهم إنه في عنا مشكلة بإصابات في الكورونا؟ لأنه في أحد المواطنين امبارح اتصل علينا وقال إنه يا عمي بلغونا إنه في عندهم إصابات، لأنه ممكن مخالطين لإلهم إحنا خالطناهم وإلى ذلك، أو ممكن هم المصابين يتخالطوا مع المواطنين العاديين وإحنا كبار بالسن وصحتنا على قدنا. فهل بالفعل بتقوموا بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ عن المصابين في البلدية؟ احنا اول شيء ما عندنا الا اصابه واحده في البلديه من يوم الخميس. وما داوم الشاب اللي انصاب، ما داوم اصلا، محجور وما خالط حدا، يعني هو بيشتغل في مكتب منعزل وما تمش فيه مخالطه مع حدا من المواطنين داخل البلديه. بعدين احنا عندنا اجراءات وقائيه، يعني احنا من كل المواطنين ممنوع يفوت الا بكمامه، وعندنا مواد تعقيم بعقب ايديه وهو فايت، ويكون في تباعد بينه وبين الموظف اللي قباله. يعني احنا في اجراءات وقائيه تامه، والدليل انه الحمد لله احنا في الشيء عندنا الاصابه وحده. في قسم الكهرباء في اصابات باشمهندس؟ في منهم محجورين في قسم الكهرباء؟ عندنا موظف واحد فقط اللي مصاب. ملتزم بالحجر؟ كيف؟ ملتزم بالحجر؟ طبعا ملتزم. نتمنى له السلامه بالتاكيد والشفاء العاجل ان شاء الله دائما ابدا. بدنا نروح على يعني بصراحة شيء اللي هلأ رح ندعمه باللقطات من خلال كاميرا تلفزيون الفجر في سوق الخضار والفواكه بالجملة اللي هي الحسبة اللي بالقرب من منطقة العلامة. يعني حدث ولا حرج، هذا الأكل اللي بناكله طلع ما شاء الله يعني موجود في منطقة لا فيها نظافة لا فيها أدنى مقومات الصحة أو البيئة الحقيقية. للأمانة بعد ما شفنا هذا المظاهر أو هذه المشاهد إحنا صرنا نخاف على حالنا من الخضرة والفواكه، مش لا سمح الله، لأن هي أساسها مش منيح، هي أساسها منيح، بس البيئة اللي موجودة فيها إذا كنت هلأ حاليا عم بتشاهد باشمهندس فللأسف الشديد يعني بيئة لا تتطابق ولا مع أي معيار من معايير النظافة ومعايير الصحة. حمامات متهالكة بشكل كبير جدا، حفر يعني أشبه ما تكون امتصاصية لكنها غير مغلقة، أعشاب هنا وهناك في كل مكان كما الآن نشاهد عبر الشاشة. يعني هذا المكان بحاجة لإعادة تأهيل، مع أنه حسب يعني، وهذا للأسف هذه الحشرات التي نشاهدها الآن بالقرب من هذا المكان أو يعني في المكان الذي توجد فيه الخضار والفواكه. هذه الحسبة لماذا متهالكة؟ لماذا هي وضعها رديء جدا، وضعها سيء جدا؟ ما السبب باشمهندس؟ معلش، احنا اول شيء بالنسبه اللي بتحكي فيه انت هو على يمين الحسبه وخلف الحسبه، مش انا على الحسبه، يعني في اعشاب صحيح وفي الاعشاب، بس الاعشاب خلفيه، ولكن ما تبقى هي كله على المدخل. احنا بنحكي في عندنا خط صحي كان مكشوف برا وكسر، واحنا قبل اسبوعين ودينا الموظف المختص واخذ قياسات وان شاء الله. بس هذا الخط وهذه الحفر بتجيب قوارض وبتجيب فيران وبتجيب بسس. اوكي، باشمهندس، يعني خلال اسبوعين راح نعيد تاهيل المنطقه كلها، نعمل خط جديد، صرف صحي جديد نشبكه خلف الحسبه على الخط الرئيسي، لانه كان الخط القديم كان يعني كان مكشوف وتكسر. نعم، هلا هاي بدها وقت، بس بدها وقت اسبوعين تقريبا ان شاء الله. يعني احنا يعني بعثت الموظف المختص وشافها وان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام راح نبلش شغل. هذا بالنسبه للخط. بالنسبه للنظافه احنا حاطين حاويتين كبار هاد، وكل يوم بتنقام الحاويات. بس كم مره بتنقام الحاويات باشمهندس؟ كم مره بتم افراغ الحاويات؟ كل يوم الصبح تنقام مره واحده اسبوع، يعني الحاويتين كبار اصلا يعني. واذا شفتي الحاويات اصلا فاضيه، بس اللي حواليها هم الشباب عفوا يعني هم اصحاب المحلات بيلتزموش انه يحطوا الزباله بالحاوي. ومعبين المنطقه مشاتيح يعني، حتى اصلا ما بتقدر تفوت تقيم الحاويات في بعض الاحيان. عشان هيك بضطر نفوت بالجرات والباقي كل يوم او كل اسبوع. يعني احنا يوم الخميس نظفناها المنطقه بالجراف وبالباقي والقلاب، بس فيش التزام برضه من اصحاب يعني خلينا نقول هناك التزام. هم بيدعوا انه كان بيجوا الفلاحين والمزارعين بيجيبوا بضاعه معهم، بيجيبوا زبالتهم معهم، بكبوها عندهم. هذا حكي مش صحيح، هو هاي كل هاي النفايات الزباله منهم هم. طب والحمامات العامه باشمهندس، الحمام اللي موجود هناك؟
الحمامات ما فيش حمامات عامه نظيفه في البلد، لانه برضه ما بيلتزموش. احنا رايحين اكل حال، احنا رايحين انا بحكي عن حمام الحسبه مش في البلد، ما بقول لك يعني بحكي بشكل عام. ايوه ما فيش حمامات عامه نظيفه الا اذا كان في يعني موظف بياخذ من كل مواطن شيكل او شيكل عشان يرضي. مش مقرر في موظف في هذه المنطقه في هذه الحسبه موظف من البلديه او مراقب في البلديه؟ في موظف، في عندنا موظف بس هي مكسره وخربانه، يعني بدها اعاده تاهيل كامل. مسؤوليه مين على تاهيلها؟ على كل حال احنا لما ننظفها ونظبطها راح نجيكم تصوروها وتشوفي بعد اسبوعين ثلاثه راح تتكسر مره ثانيه. وقتها اجمالا، عشان هيك احنا بنعرض قبل وبعده، بالعكس احنا بنحترم ونقدر الجهود اللي انتم بتقوموا فيها. ومسؤوليه المواطن اللي هناك مش معناها انا دفعت اجار ارضيه معناها انا بدي ابشع واعجب واشنع في هاي الارض، لا، ما هو بيطلع الكاش كمواطن، يعني مع الاحترام ومش دفاعا ولا حتى تبريرا للبلديه، بالعكس زي ما انتم بتشوفوا احنا بنسال بصوتكم وبرسائلكم، بس بنفس الوقت كمواطن موجود حق انك تحافظ على المنطقه اللي انت موجود فيها. يعني مش لانها حسبه معناها ميمعة وقايمه، معناها برمي الخضره هون وهون، في عنا حاويات بنمليهم، ولما بنمليهم وبيطفطحوا زي ما بيقولوا، واذا ما اجتش البلديه وقتها بنشكي على البلديه وبنقول ليش ما اجتش. هذا اولا. بالنسبه للحمام زي ما قال السيد البشمهندس ابو يعقوب، قال احنا رح نعدل الحمام ونشوف بعد اسبوعين يضلوا منيح ولا لا. هون بتيجي مسؤوليه بالفعل المواطنين اللي موجودين في هذه المنطقه، واعتقد يعني كمان وجود مراقبين بين الفينة والاخرى باشمهندس على هذه المنطقه واجب، لانه احنا بنحكي عن اساس مكان، يعني خلينا نقول وكانه مخازن للخضار والفواكه، وصحه البني ادم هي اللي ضلت لنا وبقيت لنا في هذا الموضوع. اجمالا كمان في هون مشاركات ان امكن نتشاركها مع حضرتك باش مهندس في هذه اللحظات من خلال مواطنينا عبر البث الإلكتروني المباشر. في مواطنة بتقول إذا سمحتوا صيانة لشارع فرعونتو الكرم، السيارات اتكسرت، الحفر الموجودة كافية لتدمير المركبات، وين المسؤولين عن الشارع؟ من بهاء خلف في هذه الملاحظة بيقولها. أيضا في ملاحظات أخرى بتقول صباح الخير وفاء، امبارح في شغلي صارت بس قطعت الكهرباء، كان الكرت خالص والسبير، انزلنا على المكتب اللي بنص البلد كان مسكر، هذا الحكي على الساعة 10 يعني لسه بداية دوامه. اضطريت بتقول اضطرت الأخت الكريمة ما تنزل على مبنى البلدية، وطبعا ولما وصلنا عند الشحن حكوا الكمبيوترات خربانة واحتمال تطول. بتقول الأخ اللي بيكون في المكتب فوق ليش ما كان مداوم في مكتبه؟ ليش ما يحكي للناس إنه الكمبيوترات في البلدية خربانة؟ يعني لازم ننزل على المبنى وياخد منا مشوار ووقت ومسافة طويلة. هل هذا صحيح بالنسبة للموظف في وسط البلد؟ وهل هذا صحيح إنه الحواسيب متعطلة في البلدية في قسم الكهرباء الشحن؟ هو امبارح لما الكهرباء قطعت عندنا السيرفرات تعطلت يعني حوالي نص ساعه. هلا ما يعني كلام نص ساعه ما بنقول للمواطنين، لانه احنا يعني كنا نتامل انه نعالج الموضوع باقصى سرعه، وفعلا عالجناه خلال نص ساعه كان معالج يعني. يعني صار مشكله في حقيقه مضبوط، بس عالجناها خلال نص ساعه. طيب في هون رامي عواب بيقول مقارنة بحسبة الخليل وحسبة طول كرم، بحياته ما تركوا وسخ ليوم واحد، ومع العلم هاي مسؤولية البلدية. يعني هو بيقارن بين الحسبة عندهم في الخليل والحسبة عندنا في طول كرم، ان هناك ولا بتلاقوا ولا اي وسخ، هم نفسهم حتى المواطنين ما بتركوا اي وسخ ولا البلدية ليوم واحد، وبيقول هذه مسؤولية البلدية انها تقوم بإزالة الأوسخ. ومسؤولية المواطن كمان ما يكبش حوالين وما يرمش النفايات حوالين البسطات او حوالين زي ما ذكر السيد أبو يعقوب الأماكن اللي بيحطوا فيها الخضار والفواكه. إجمالا أيضا في هون إذا بعد أسبوعين كما ذكرت باش مهندس إن شاء الله رح يتم تعديل الخط، إذا أمكن قبل الأسبوعين، لأنه إحنا مقبلين أيضا على إن شاء الله فصل الشتاء. فهون في سؤال، هل سيتم وضع مظلات لهؤلاء المواطنين أو تجار الحسبة؟ عندهم مظلات كبيرة، طالبوا المظلات تكون يعني افضل لموسم الشتاء. لا ما في عندهم مظلات كبيرة، يعني وين احط مظلات عفوا يعني بالساحة، الساحة الخارجية للسيارات مش لهم. طيب يعني نعم. طب بالنسبه للشارع الممتد من مفرق ابو صفيه لغايه الاشاره عند ملحمه الدعم كله حفر ومطبات، للاسف الشديد بيخرب لنا السيارات، هذا الشارع في له مشاريع في الافق باشمهندس؟ لا هذا الشيء مش حاليا ما في مشروع، اما ان شاء الله احنا الحفر راح نركعها، يعني راح نسكرها.
يتم اغلاقها ان شاء الله. مشروع قادم، في مشروع قادم بده يزفت ان شاء الله. شارع فرعون، شارع فرعون قاعد يعني هي تحت قاعدين بيشتغلوا فيه، وان شاء الله خلال اسبوعين المفروض انه تكون منتهي العمل فيه. طيب في الاول وهذا مسؤوليه المنتهي، مش عندنا يعني. كيف منتهي العمل في شارع فرعون؟ باي طريقه القصد؟ توضح لنا الصوره. هلا قاعدين بيعملوا دوار على مفرق فرعون طول كرم، وبدي زفت من عند الدوار، من عند الحدود، من عند الجسر. نعم نعم. طب التثبيت يعني مش حيطير، مش حيتعرض الشارع عفوا. طب في الأول الأخيرة في أي مشاريع أجت للبلد؟ إيش تبشرنا فيه؟ يعني إحنا طبعاً مشروع صندوق البلديات، تسديد شوارع إن شاء الله خلال أسبوعين راح ينزل عصاؤه ونبلش فيه. راح يتم البدء فيه قبل الشتاء؟ قبل الشتاء المفروض. نعم إن شاء الله نأمل الإنجاز في أسرع وقت ممكن. أشكرك جزيل الشكر المهندس محمد يعقوب رئيس بلدية طول كرم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا، ونواصل المشوار وستتم المتابعة بخصوص الحسبة في بالتأكيد للفواكه والخضار في منطقة الإعلامي، لنتمنى أن تتحسن الأحوال فيها. نواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم.